حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا الهرماس بن زياد البهيلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردف خلفه على حمار وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على ناقته العضباء. حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا الهرماس بن زياد البهيلي قال كان أبي مردفي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم النحر بمنى على ناقته العضباء.